فكل واحد في توة وقوة بتنجيه، فأضعف خلقه حاطت سره من غير ليه، ومفيش قوي غير لما فيه أقوى، واللي افترى على الناس ربك ما بيخليه. اسم الله عليه اسم الله عليه، شداد على الحق ووقت الجد، جدع ويسد ونتبهى بيه. ازيك يا عم سعد؟ أهلا وسهلا بيك. انت اسمك سعد زغلول على اسم زعيم الامه. ايوه تاريخ. تاريخ. ايوه. وكل الناس قالوا لنا ان انت اجدع واقدم واحد في المنطقه. ايوه. مفروض. ليه بيقولوا عليك كده؟ لان يعني اعتبر ان انا ابن الجماليه، مولود فيها، وابويا مولود في الجماليه، عائلتنا كلها موجوده في الجماليه. قالوا لي بقى ابوه كان الله يرحمه كبير الجماليه. كان كبير. كبير، كل ده كل مربع دي كبير، ولو مشكلة بتتحل وبتتعرض عليه يقولوا بمشاكلهم، يفك المشاكل، يقعد قعدات عرفية ويلم الطرفين وراضيهم مع بعض. وده كان ذبيحة بتتذبح، ده كان قعدة عرفية بتتعمل، ادي والدي كان فيه وانا خدت منه ده. خدت الناس منه تجيلك ده. بمظالم. ايوه خدت منه الحاجات دي كلها الحمد لله، وعشنا فيها وكويسين وماشي مع الدنيا. يعني عم سعد يقولك بمشاكل شكلها ايه مثلا؟ شكله على ايه؟ يعني واحد له حاجه عند حد، الناس عيلتين اتخانقوا مع بعض، بنحضر القعده ونعملها قعده عرفيه ونشوف الحق مع مين فيهم. وتقول انت مثلا ادفع لفلان كذا. أيوة. مثلا انت تقيم الديه ولا تقيم الفلوس. ايوه ايوه، ولو يعني حاجات كتير يعني بتتفك، يعني بنفكها. طب ومشاكل عائليه؟ حد عايز يطلق، يجوز، بتاع، يقول لك برضه؟ يطلق بنراضيهم مع بعض، بنراضي الطرفين مع بعض، وعشان الاولاد اللي بينهم والكلام ده يعني. تحاول تسلم. ايوه طبعا. وين ما اصطلحوش؟ لا ما اصطلحوش، بتدي هي مره واثنين، مش على طول كده يعني. صح. عشان يرجعوا لبعض. ادي الموضوع يعني، ومعاه اولاد. ولو حد جار على مراته مثلا ضربها ولا حاجه، ما توقفلوش؟ بقف لها هي، قف لها هي، تقف لها هي. تقف للحريم. جدع. ايوه. ليه بقى؟ مهما كان الست، لو هي تاجره او بياعه او اي مهما كان برضه ضعيف. طبعا. ليه بيقولوا ان اخر ملوك الجدعانه؟ هل الجدعانه راحت؟ الجدعانه موجوده. موجوده مع اللي عاش فيها وتربى فيها، مش موجودة مع الجيل اللي جاي. ما تلاقيش الجدعانة النهاردة، تلاقي مصالح. أنا عشان أخش في موضوع يعني ورا منه مصلحة. طبعًا. الأول ما كانش مصلحة. الأول كان الجار يخبط على الجار كده، لو طبخ طبخة بيجيب طبق من بيته شقته، يخبط على جاره واديهاله، وجاره برضه قال له عمل أكلة خبط عليه. ده مفيش طبق يرجع فاضي، أنا أهلي ربوني كده، مفيش. لا. يعني الواحد يبقى ماشي كده وطالع على بيته وشم ريحه الطبيخ من تحت. من تحت كان زمان. يومي كل يوم تعمل اكل، بتعمل اكل. لكن تفتكر النهارده ما تلاقيش علشان اهلهم، اهل الجيل الجديد، ما ربهوش على كده، ولا ظروفهم مش مساعداهم ان هم يبقوا جدعان زي بتوع زمان؟ مش عارف اقول لك. يعني ما تلاقيش الست بتاع زمان، الست اللي هي بتعمل ايه، اللي بتربي قصدك يعني. بتربي، ومعنى الكلام ان الاكله اللي هي بتاع زمان. انت بتحب تاكل ايه؟ ايه اكتر اكلات بتحبها؟ انا باكل المحشي. بتحب المحشي؟ والممبار. جميل. والكوارع. حلو برضو. الكوارع دي كانت زمان كوارع. دلوقتي بقت ايه؟ بقت دلع. ده الحاجه اللي من غير ملح. هي لكن زمان كوارع كوارع، تاكل الكرع من هنا تخبط ايدك في الحيطه تمشي. النهارده تخبطي ايدك كده تتكسر. صح. طب بقول لك ايه، انت عايش مع مين؟ يعني ولادك مين؟ مراتك مين؟ عيلتك عامله ازاي؟ انا عايش مع مراتي ومع ولادي. عندك ولاد قد ايه؟ انا معايا ولدين من واحده. ما شاء الله. كبار بقى دول؟ كبار. ومعايا اربعه من واحده، توفى واحد
الايام اللي فاتت دي. الله يرحمه. كان ملاك حبيبي، ده ابن الجنه يا حبيبي. اه ده مؤثر فيا طبعا يا حبيبي، مؤثر في حياتي طبعا يا حاج. ده ضنا ابني نور عيني طبعا يا حاج. النور اللي بشوف بيه ابني ده. لا اله الا الله، لا اله الا الله، الله يرحمه. طيب ربنا اداني ملاك وخده 19 سنة بتاعه يا حاج، بتاعه. ايوه 19 سنه ده ملاك وربنا خده. هيشفع لك ان شاء الله. ايوه قال له تعالى خده. ليه؟ عشان ما يبهدلش، لان دلوعه حبيبي، دلوعه سعد شغلول، النور اللي بشوف بيه يا حبيبي يا حاج. بس بسم الله الرحمن الرحيم. وعندك ولاد مين تاني يا حاج؟ عندي بنات اخواته محمد وياسمين ونانا، دول ولاد من ام حماده. ماشي. عايشين معاها في البيت وانا عايش معاها. ماشي. لان ولادي يعني ما تدخلوش في اي حاجه، حافظت عليهم، خدتهم في حضني وحواليا. ولادك الاولانيين؟ الاولانيين اتجوزوا وفتحوا مشاريع وكويسين. ولادك التانيين، ولادك ولاد مراتك كلكم مع بعض؟ مع لا، التانيين لوحدهم برضه، كل واحد لوحده. انت اتجوزت كام مره يا حاج؟ كان ايام الشباب بقى، وايام بتش. وايام الدلع دي ايام دلع وايام شباب، ده اي واحد طبعا خد ايامه، فانا خدت ايامي ما انكرش. خدتها بذمه شكلك كده. بذمه اه ذمه بالجدعنه وبالادب حلو وبالحلاوه. شفت ايامي وحياتي كلها خدتها دلع. اتجوزت 28 واحده. الله اكبر. هما كانوا بيجروا وراك يا حاج ولا ايه؟ اصل انت لو سعيت على 28 واحده ما تلحقش. لا. لازم هما كانوا بيجروا وراك. كان في اعجاب بقى، لان كان يعني كنت حاجه تانية. لا انت لسه جميل، احمر وجميل وحاجه تانية، وكان في اعجاب. والوقت نفسه عايش حياتي. حلو. عايش حياتي. حلو. لا اي واحد عايش حياتي. صح. ادي الموضوع كله. وخلاص. والموضوع ده راح لحاله، وانت دلوقتي متجوز ست واحدة بتحبها وجميلة وخلاص. معايا ام حمادة دي وام اسلام. ام حمادة هي ام اسلام؟ ام اسلام ست كويسة وانت بتحبها؟ طبعا. وبتحافظ على خاطرها؟ مين ما بيحبش مراته؟ لا، في ناس كتير ما بتحبش مراته. لا، ما اقدرش يقول كده، يقولها من ناحية تانية، لكن ما اقدرش يقولها على الهوا. انت بتخاف من ام حمادة؟ ولا تخاف على خاطرها؟ اخاف على خاطرها. بسم الله عليك. مفيش حد بيخاف على الست يعني. لا طبعا. أخاف على لا خطرها. انا جوزي يخاف عليا ويخاف على خاطري. اه طبعا. وعلى فكره، وحتى لو مش عايز يعمل حاجه عشان خاطري يعملها. ولو ما خافش بقى هو بقى بيبقى نكد حياته. ما بيحبنيش. نكد حياته. على فكره الانجليز بيقولوا هابي لايف هابي وايف. اه. يعني حياه سعيده زوجه سعيده. ايوه. صح، انت فاهم الدنيا يا عم مزعل. ايوه طبعا. ده مش ضعف، ده مفهوميه. ايوه. مفيش اوحش من الست النكديه. حد عايز ست نكديه في البيت؟ لا. طيب. انا منتهى. طيب. انت فاهم. منتهى الادب. منتهى الادب. متعه حقيقيه بحسها وانا بتمشى في منطقه سيدنا الحسين. هنا بيتقابل تاريخ القاهره مع حاضرها، اثار ترجع للقرن ال14 الميلادي، في شارع مليان تجاره وحركه ومزارات سياحيه ودينيه وناس اشكال والوان. يمكن مسجد سيدنا الحسين من أهم معالم المنطقة، واللي بيتزين دايماً في شهر رمضان بالأنوار والزواق والذكر اللي بيملى المكان، وروحانياته اللي بتملى المكان بطاقة سماوية. وجنبه خان الخليل ومتعة الشرى وقهاوي الحسين اللي شهرتها شهرة عالمية وبتسهر لحد الفجر. تفتكر ليه الجيل الجديد مش حابب قوي ام كلثوم زي القدام او زي اللي متعلقين في النص زي حضرتك؟ لا. الجيل القديم كان الحب حب، واللي بيحب بيبقى قلبه زي الحديد يفوت في الجبل. ايوه ده الحب. طب ما الحب ده مش بس الستات، اللي قلبه زي الحديد ده اللي بيقوي ده الحب الحق. أيوة. لما تحس انك الحق. أيوة. معاك. ايوه ايوه انا بقول لكيش. لا صح، هو ده الحب. الحب ده عارفه ايه؟ هقول لك الحب ده ايه؟ قولي. الحب ده بيجري في الدم. طبعا. بيجري في الدم كله بتاع جسمك. ما تعرفيش تلميه.
صعب صعب تمشي تبكي تبكي زي ما يكون صديق عزيز عليك قوي وفرقك اقوى. ده لو في حزن في الحب ولو في انبساط بقى يبقى ده حاجه تانيه برضو برضو من الحب. طبعا من الحب حب حلو. هي قالت لك حب ايه اللي انت جاي تقول عليه؟ انت تعرف قبل معنى الحب ايه لما تتكلم عليه. ايوه. لكن انت حاسس ان انت فاهم الحب وده اللي مديك القوه ان انت تبقى جدع وهل ده اللي كان مدي لوالدك برضو نفس القوه دي؟ اه يعني هو علمك فطمك على كده؟ الحمد لله انا ابويا علمنا كل حاجه. ايه اتعلمت ايه؟ علمنا الادب، علمنا الجدعنه، ولما نتحشر في حاجه بنتحشر بجدعنه والادب وبحق. علمنا بالحق ونجيب حق الناس ونجيب حقنا ونعرف نتكلم مع حد وناخد حقنا ولو حق ليا حق ما يجريش روح. عم سعد لو انا ماشيه في الشارع كده وشفتك هقف مرتين اشوف الستايل بتاعك وطريقك طريقه لبسك، لبسك خاص جدا. من امتى وانت بتلم الحاجات الفضه دي وبتلبس بالشكل ده؟ انا من صغري. من وانت صغير؟ وانا صغير. وبعدين في شبابي كنت بلبسهم ذهب. الجنازير والحاجات دي ذهب؟ ايوه كانوا ذهب، لكن كل ما حد يقابلني الذهب حرام للرجاله. يقول لك كده؟ ايوه يقولوا لي الذهب حرام للرجاله. دي بقى كان شباب بقى ودلع والكلام ده. بس وريهم لي كده يا حاج، انت لابس الغوايش دول، انت عارف دول اصلا خلاخيل. خلاخيل اه اه دول خلاخيل بقى. حلوين. ده بدوي. ايوه ايوه. وانت في الجماليه هنا اكيد ده كيلو الذهب كان كيلو الفضه كان بالشيء الفلاني، يعني الذهب الفضه رخيصه والذهب كان ايامها كان رخيص ايام ما كنت بلبس انا. بس عندك برضو جنازير مش قديمه بقى، الجنازير دي جديده. لا عندي القديمه. عندك قديم من القديم. اه وريني الجنازير بتاعتك كده يا عم. تقيل ما شاء الله. ما بيوجعوش لا رأبتك؟ لا لا اتعودت عليهم. كان يعني ما قالوا لي حرام ومش حرام وفضلت واحده 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 لبست فضه لما خدت على الفضه. بس بقى. حتى جلابيتك يعني جلابيتك اللي هو الشغل اللي بالكردون ده بتاع هلال وكل شكلك يعني مصري قوي. لا بلبس برضه البلاطين والبرفات والبلاطي والجواكت والبرانيط. برنيطة جميلة عندها علامة غريبة كده عاملة زي الهندسة. مساحة عارفة دي ايه. لما بتحب بقى تفسح أم حمادة وتفسح العيال كده بتروحوا فين؟ كنا بنروح اسكندرية. اسكندرية وروح مطروح دي بعيد شوية. بتحب اسكندرية؟ بحب اسكندرية. اشمعنى؟ لأني قضيت شبابي فيها بقى يعني اتشقيت في اسكندريه. ايوه اتشقيت. تلاقي ام حماده ما بتحبش تروح اسكندريه. لا كانت بتقعد تروح الساحل. ها؟ وبعدين روحنا مطروح بقى. عديتوا بقى على مطروح. قالت اسكندريه لا. اروق. ايوه هناك اروق. اروق اروق. أيوة. وما فيهاش ذكريات على النظافه. ما فيهاش ذكريات. ايوه كده. انت بتسمع مين غير ام كلثوم يا عم سعد؟ مع احمد عدويه. تحب عدويه؟ قوي قوي. قوي قوي. احب مواويله. القديمة. أني حاجة بتحبها؟ يعني الدقة بتاعت أغانيه كلها بتريحني لما بسمعها. أحمد عدوية. فعلا. والست أغانيها برضو بتريحني. بتريحني نفسيا وكل حاجة. دول الاثنين دول. عدوية وست أم كلثوم. وقولي معايا. عشان ما تحبش فوزي ما تحبش. طولي بالك طولي بالك اسمه إيه ده؟ محرم فؤاد. تحب محرم فؤاد. طيب انا سمعت ان انت غير ولادك ربنا يخليهم لك كلهم ليك ولاد كتير في الجماليه هنا. ازاي دول بقى حبايبي شباب الحب؟ شباب الحب ايه يعني بقى؟ بيحبوا يساعدوا تغريب، بيحبوا يجوا حواليه ويجوا عندي يقعدوا معايا يتكلموا معايا. شباب كتير يعني مش لكن ما افترتش ما جيتش على حد. سيرتك حلوه الحمد لله. ده احسن ورث لاولادك. الحمد لله طبعا. والعيال طالعين يعني كويسين ما فهمش حد وحش. الحمد لله الحمد لله نحمد والله الله. قعدتك ما يتشبعش منها يا عم سعد. لكن احنا هنمشي وميرسي على الزياره الجميله دي. وانت راجل انت جميل. نورتي نورتي. وبالنسبه لرمضان الشهر المبترك ده مواسم بتبقى للجماليه كلها. طبعا ده موسم للجماليه
وكله بيستناه طول السنة بالفرحة بتاعته. طبعاً. أيوة. فإحنا يعني في القهوة بتاعتنا بنعمل السحور والفطار والضحك واللعب يعني بتبقى أيام رمضان مفترض. أحلى أيام على فكرة. وبتفكرك بمين بقى؟ بالتاريخ القديم كله. رمضان بالذات بيفكرك بتواريخ زمان. صح. بيفكرك بتواريخ زمان، لأن تواريخ زمان ما تتعوضش أبداً، ولا الناس بتاع الزمان تتعوض، ولا كبير ولا صغير يتعوض من بتوع زمان. لكن النهاردة الشباب بقى والمعز ومش عارفة ما انت لسه قلت ان الشباب صحابك وبتحبهم. لا مش كل الشباب يا ماما. صح. أحبش الشباب الدلع أنا. لا مفيش حد يحب الدلع. لا الدلع لا. احنا عايزين ناس جدعة. أيوة مش ناقصة. مش ناقصة. بالظبط. والنبي يا حبيبي. احنا دايما متعودين يا حاج سعد ان احنا لما بنخلص خالص بيكون معانا فنان بورتريه، هو الفنان عبد الله احمد. اهلا وسهلا. بيرسمك طول ما انت قاعد واحنا ماشيين، عشان احنا نحب دقه قديمه برضو. أيوة. مش صوره كده بالايد. لا نسيبها لك تفتكر. انت كلك ماما. انا كلي ماما. يعني طالعه جاي ماما. ربنا يسعدك. حنينة بكلامك وكويسه بكلامك وشك سمح. الله يخليك يا عم سعد. كفايه عليكي كده بقى، عشان انا لو زودت. ما تزودش. أيوة. ده انا مكلمه ست في التليفون. أوه. وقلت لها ما تخافيش. ايوه حاضر. لا يا اخوي. ميرسي يا عم سعد قوي. العفو فندم. ان شاء الله يا رب ربنا يهني ايامك الحمد ويعوضك لله. وكل حاجه الحمد لله. على كل صنف ولون حبيت بنات حواء، والست بحر ولها وقت الزعل نوى، لكن في وقت الرضا وفي قعدة الفضفضة تلاقي الخلاف انتهى واتحل وتسوى.